احتوت العبادات والشعائر الإسلامية على العديد من القيم والمعاني العظيمة التي تؤكد على إن هذه العبادات وتلك الشعائر مش مجرد أقوال وعبادات حركية بيؤديها المسلم فحسب، إنما تحتوي على قيم مهمة تفيد المسلم وتؤثر في سلوكه. ولعل من أبرز هذه الشعائر عبادة الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام التعبدية الخمسة، بل هو الركن الذي به تتم الأركان، لذا فقد فرضه الله سبحانه وتعالى على من استطاع وقدر على ذلك مرة واحدة في عمره. والمتأمل لهذه العبادة وحكمة تشريعها يجد أن لها أثرا كبيرا وبالغا، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. فكلمة الحج يراد بها في اللغة القصد إلى المطلوب، وفي الشرع هو قصد الكعبة والبلد الحرام مكة المكرمة على هيئة وصفة مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. عبادة الحج تطلق ويراد بها قصد موضع مخصوص، الموضع المخصوص اللي هو البيت الحرام وعرفة، في وقت مخصوص وهو أشهر الحج، للقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة والطواف والسعي كما ذكر جمهور العلماء، بشرائط مخصوصة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة.